كون اليوم رح نحكي عن الاكتئاب عند الاولاد. بيختبر كل الاولاد حاله احباط باوقات معينه بحياتهم، بس اذا ما راح الشعور بالاحباط معقول يوصل الولد الى مرحله من الاكتئاب. منلاحظ عند الاولاد يلي بيعانوا من الاكتئاب الاعراض نفسها يلي منشوفها عند البالغين، فهن بيشعروا بانهم عاجزين، ميؤوس منهم وما لهم فايده، لكن بغالب الاحيان بتبين عليهم تصرفات أخرى قد تنبئ بحالة الاكتئاب. شو أعراض الاكتئاب؟ في نوعين أساسيين من الاكتئاب. في عنا الاكتئاب الشديد يلي بيمتد لفترة أسبوعين على الأقل، وفي اكتئاب أخف منه حدة إنما هو اكتئاب طويل الأمد وبيفوت بشخصية الولد وبحالته المزاجية. بغالب الأحيان منشوف عند الأولاد يلي بيعانوا من الاضطراب الاكتئابي بعض أو كل العوارض التالية: حالة الاكتئاب والإحباط، ويلي يمكن أنه تظهر من خلال الشعور بالحزن والفراغ، الخوف أو التوتر. تاني شي فقدان الاهتمام أو القدرة على الاستمتاع بالنشاطات، صعوبة بالتركيز والانتباه، غضب، تعب وفقدان الطاقة، الشعور باليأس، ثقة متدنية بالنفس، صعوبة بالنوم، تغيير بأنماط الشهية يعني زيادة شهية أو نقصان شهية، زيادة أو خسارة الوزن بشكل ملحوظ، الابتعاد عن الناس يمكن أنه يعبر عنه بالملل، قلق، تفكير بالموت كمان. مين هن المعرضين للإصابة بالاكتئاب؟ الجميع من كافة الفئات العمرية، حتى الأولاد يلي عمرهم سنتين أو ثلاثة بإمكانهم أنه يصابوا بالاكتئاب. من 1-2% من الأولاد يلي بتتراوح أعمارهم بين 5-11 سنة مصابين بالاكتئاب، وبترتفع هيدي النسبة لتصير من 8-12% للي هن بين 12 سنة و13. نسبة البنات المصابين بالاكتئاب هي ضعف عدد الصبيان. معقول تظهر عند الأولاد المصابين بالاكتئاب مشاكل نفسية أخرى، على سبيل المثال إنه نص المصابين بالاكتئاب بيعانوا من اضطراب القلق. الأولاد يلي بتجيهم أفكار عن الانتحار أو بحاولوا ينتحروا كمان بيعانوا من الاكتئاب. شو هي الأشياء يلي معقول تسبب ظهور الاكتئاب عند الأولاد؟ كلنا منمر بظروف عصيبة بحياتنا، ما حدا بيعرف ليش معقول تظهر عند بعض الأولاد حالة من الاكتئاب بينما أولاد غيرهم بيواجهوا ظروف نفسها، بيحزنوا لبعض الوقت وبيرجعوا إلى حالتهم الطبيعية. على الرغم من كون الأحداث الحياتية قادرة على التأثير على حالة الولد المزاجية وتحفيز ظهور الاكتئاب عنده، إلا أنه بأغلب الأحيان بيكون عند الولد قابلية فيزيولوجية للإصابة بالاكتئاب. في أغلب الأحيان تنتج حالات الاكتئاب عن خلل بالمواد الكيميائية بالدماغ المسؤولة عن تحسين المزاج، ويبدو هذا الخلل متوارث. تظهر الأبحاث بشكل مستمر إنه حالات الاكتئاب متوارثة بالعائلة، فالولاد يلي بيعانوا أهلهم من أعراض الاكتئاب هن عرضة للاكتئاب بنسبة 50% أكثر من غيرهم. كمان جو البيت له كتير تأثير على نفسية الولد، ففي حال كان بعنف منزلي، حالات مرضية متكررة، ووضع اقتصادي صعب، هيدي كلها أمور بتأثر على الولد وبتسبب له الاكتئاب، بالإضافة لظاهرة الألعاب الإلكترونية يلي أصبحوا الأولاد مدمنين عليها وما بقى عم بيمارسوا نشاطات جسدية. والدراسات أيضاً أثبتت بهالمجال إنه كثرة اللعب على الألواح الإلكترونية بتضر الدماغ
بتسبب الاكتئاب والغضب الشديد عند الولاد، الشيء اللي كتير عم نشوفه هالأيام. وأخيراً ما تنسوا تبعتولي كل أسئلتكن ومشاكلكن على الإيميل اللي عم يمرق قدامنا على الشاشة. دايماً سأل سميرنا معك. باي باي.